احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة في دولة الكويت بعيد الثورة 62، وذلك بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وعدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية. ثورة 23 من يوليو لعام 1952 في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الثورة التي استعادت الاستقلال لمصر من أيدي الاستعمار. فقد احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في الكويت بعيد الثورة 62 بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود السالم الصباح وعدد من القياديين في الدولة والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وحشد كثيف من الجاليات المصرية والمواطنين. شرفت اليوم أن أقدم تهاني دولة الكويت ممثلة بسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي لجمهورية مصر العربية الشقيقة في أعيادها للعيد القومي 62، والجميع يحتفل في هذه المناسبة، فهي مناسبة مصرية وكويتية لعمق العلاقات اللي تربط بين الشعبين. مصر دائما لها مكانة خاصة عند كل كويتي لما قدمته دائما من دعم لبناء الكويت ونهضتها. فكل التهاني والتبريكات لشقيقة مصر. المناسبة ثورة 23 يوليو 1952، ثورة اللي غيرت وجه مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والثورة اللي غيرت وجه المنطقة العربية والقارة الإفريقية، الثورة اللي ناصرت الفقير، الثورة اللي بدلت أحوال مصر في مجانية التعليم، في الإصلاح الزراعي، الثورة اللي تبنت القومية العربية. أجواء الاحتفال كانت غامرة بالفرحة والسرور في أجواء أخوية، متمنين للشعب المصري مستقبلا أفضل وزاهر مفعما بالعديد من الإنجازات والطموحات. شعور جميل جدا، يعني انت بتحتفل بعيد الثورة بتاعتك، ذكرى 23 يوليو 1952، يوم ما احنا قدرنا نحرر الأرض بالعزة والكرامة المصرية، يعني ورجعت الأرض المصرية يحكمها أبناء مصر. أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري، وأولا على اختيارهم الرئيس الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتمنى للشعب المصري ولمصر عامة دوام التوفيق والاستقرار وكل التقدم. فمصر هي ركيزة من ركائز الأمة العربية، نفتخر بها جميعا، وأعيادها تمثل أعيادنا لجميع العرب في هذه الأيام. نتمنى للشعب المصري كل الخير وكل الأمن والأمان، ونحن على ثقة تامة بأن الشعب المصري سيعود أقوى مما كان عليه، وستعود مصر هي الحاضنة لكل الأمة العربية كما كانت عليه وعدناها. مناسبة وطنية جمعت السفراء والدبلوماسيين ورجالات الدولة أتوا مهنئين ومشاركين جمهورية مصر العربية الشقيقة الفرحة في عيدها القومي 62. من فندق الريجنسي ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.